السلام عليكم ورحمة الله. هيتنا بمطار عمان وإن شاء الله متجهين إلى بوخارست. ملاحظة أنه المغادرون أجمل من القادمون، يعني ما بعرف هيك الرؤية، أنه هنا بتلاقي الناس والحركة أكثر والأماكن والمطاعم. ممكن القادمون لما جينا احنا كانت بس طيارتنا، فشعرت المطار فاضي، لكن المغادرون ما شاء الله معبى وناس وحركة. إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم من مطار عمان الدولي. حان وقت العودة إلى رومانيا ثم السويد. كان يعني صعب بالأردن موضوع الانترنت، عشان هيك ما عملنا لكم كثير بث. مطار عمان، هنكتب لكم عمان مطار. فإن شاء الله اليوم متجهين إلى بوخارست بإذن الله، نقعد لنا 3-4 أيام وبعدها إلى ستوكهولم إن شاء الله. الأجواء جميلة، درجة الحرارة ممكن بال30، يعني هاي الفترة كلياتها كانت حارة جدا. الفترة اللي جيت فيها على الأردن كانت حارة، وصلت درجة الحرارة في مدينة الزرقاء 42، عمان أغلب الأيام 38 إلى 40، يعني هاي الأيام نزلت ممكن 32. إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. رومانيا مناظر طبيعية خلابة، هنا حياة اجتماعية، يعني نوعا ما الدول العربية فيها حياة اجتماعية، هي هاي الإشي اللي بيخلينا وبربطنا كثير في الدول العربية. هلا احنا بالمنطقة الحرة، هنا العطور والدخان والقصص، يعني حلو مرتب المطار من هون من هاي الجهة، جميل جميل جمال ملوش مثال. فهون نوعا ما مختلف. أنا لما جيت على القادمون عشان واحد صار له غايب بيجي 4 سنوات، شعرت المطار فاضي، ما نزلت أنا معي شنطة الظهر على السريع، نزلت طلعت ما في أي حدا، خلص أخذت الشنطة وظلتني طالع. فهون نوعا ما تشعر في حركة، في ناس، في محلات، في مشتريات. هاي زعتر، يا ريت تزيدونا البث وتقوونا البث، وإن شاء الله بنرجع بنعملكم بث مباشر من رومانيا إن شاء الله بإذن الله. رح نصل إن شاء الله بوخارست إن شاء الله إذا رب العالمين سهل، 9:15 على توقيت الأردن أو توقيت رومانيا، توقيت السويد يمكن 8:15، يعني في فرق ساعة فقط، فرق ساعة في التوقيت. فإن شاء الله الساعة 9:15 على توقيت الأردن نوصل بوخارست بإذن الله، ورح نكمل إجراءات موضوع الرخصة، وإن شاء الله رح نحكي لكم شو بصير معنا بدائرة الترخيص والترجمات والرسوم والقصص إن شاء الله. يعني حبينا نخوض التجربة بنفسنا عشان لما أي حدا يسأل سؤال نكون عارفين شو الجواب. فأي حدا حاب يسأل بعدين طبعا عن الإجراءات، إحنا سوينا الإقامة في رومانيا في المرحلة الأولى، أسعار الحرة والله يعني أسعار بتقدر تقول أسعار دولية، يعني شوف هون شوكولاتة ب6 دنانير، يعني 7 يعني 10 دولار، 9 دنانير تقريبا 12 دولار، العطور $100 $150، يعني أسعار عالمية بتشعر. طبعا أكيد اللي بيكونوا مسافرين في شغلات عليه بعض الضرائب تنشال، تجيب إنك أنت طبعا مسافر تجيب البوردينج تبعك، في أشياء يعني، بس إنه مش هالأسعار الفرق الكبير، يعني مش هالفروقات الكبيرة في الأسعار. مسافر إن شاء الله على رومانيا، وبعد رومانيا راجع على السويد نكمل إجراءات رخصة القيادة في رومانيا، لأنه كانت الرخصة الأردنية كانت منتهية، فانتهزنا الفرصة إنه نزور الأردن ونجدد جوازاتنا ونجدد أوراقنا ونرجع. فمنها فرصة إنه نسوي أوراق الرخصة والجوازات والرخصة الأردنية جددناها وكله تمام. شيفاتش بيني فوارتي بيني أستاز مدوك لرومانيا أستايستي I love Jordan. أسعار الدخان والمعسل كم؟ والله لو بدنا نقعد هلا بنشوف دخان معبى ما شاء الله المطار.
هناك ساعات وما ساعات. هون العطور، هاي شوف العطور هون الدخان، هذا قصدي العطر 155 110 دنانير، يعني تقريبا 140 دولار. هاي ب 77 دينار 109 دولار. اسعار عالمية، انا بتوقع اسعار عالمية، يعني مش هالفروقات في الاسعار. اي واحد في عندك كسرة وفي عندك اسعار غالية. يعني جيت اشوف عطر 1 مليون، يعني تقريبا الكبير طلع ب 100 دولار، يعني تقريبا يمكن بالسويد الاقيه ارخص كمان. انا في مطار عمان الى السويد الى رومانيا، مطار عمان. يا حلو المان، هنا في مسك وما مسك. رحلة إلى بوخارست رومانيا. فالأسعار تقريبا هيك. هاي هون شوفوا 64 دولار. عطور كتير، أنواع كتيرة، عطور أنواع كتيرة. هاي 100 دولار. والله حلوة، انبسطت، بس الغلا غلا، يعني الحياة غليت كتير، الأسعار صايرة نار، أجارات البيوت، الكهرباء، يعني بدك راتب، بدك تعيش، يعني اللي متعود على حياة الغربة ولا بكفيه، ممكن مش عارف بديش أحط أرقام عشان تصير ناحية عجيزية. هاي الدخان، بيسألوا عن الدخان، كروز المالبورو، المالبورو حقه 82 دولار، كروز المالبورو 82 دولار، المالبورو الأبيض 82 دولار، الحرة الرومانية أرخص. ما بعرف، أنا ما بدقق على هدول كثير، بتجيب شغلات بسيطة. هاي هاي وينستون 76 دولار، هاي 82، يعني زي هيك. يلا شو في كمان؟ هذه بقديش؟ النخلة 18 دولار، دخنوا دخان النخلة. الله بعد عنا الدخان يا شباب، خلينا نحط علينا عشان بعدين يعملونا قصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطار عمان الدولي. إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. شو أخباركم؟ إن شاء الله أمور تمام. أريح إشي يا أخوان الكرام السفر بالشنطة، أريح إشي، مؤلته على السريع، كله على السريع. خلص أمورك على السريع. نشوف وين البوابة تبعتنا. 202 200، السلام عليكم. 202 وين موجود؟ دغري وعلى اليسار. دغري، شكرا كثير لك. هدول كروزين مع بعض، هذا معسل مو دخان، معسل. والله أنا مو شاطر، أنا ما بدخن، لا بدخن ولا بارجل. أي تمر، نفرجيك التمور. هاي التمر، هاي التمر، هاي حلويات زلاطيمو. هدول كروزين مع بعض. حلو، حرة رومانية بالأسعار. أستاذ رائد، أعزب مستأجر بيت أو يملك بيت في الأردن، كم يلزمه مصروف شهري بالدولار لكي يعيش مرتاح؟ والله الأسئلة صعبة. يعني واحد ممكن يعيش في العاصمة، ممكن يعيش في قرية، يعني إذا بدي يعيش بعمان ومنطقة راقية ممكن لا يقل عن 200-300 دينار أجار الشقة، وإذا بده مكيفات وبيت مكيف، يعني أنا إخواني بيطلع عليهم بيجي 100 دينار بس كهرباء، غير التلفون، خط التلفون الأرضي الأنترنت يكلفهم بيجي 38 دينار بالشهر. يعني عندك 100 دينار كهرباء، طبعا هاي للعيلة، أنا بحكي
يمكن عزاب يكلف 20 ليرة. وسيارة، السيارة يا حبيبي بدك تعبي بنزين وما بنزين، وإذا عندك أجار بيت لو قلنا 150-200 ليرة. المواصلات كارثة بالأردن، إذا أنت بدك تعتمد على التاكسيات كل تاكسي ب5 ليرات وب7 ليرات وب10 ليرات روحة، وإذا بدك تأخذ المواصلات والله راح تتعب، مواصلات متعبة جدا جدا، وفي مناطق مو وصليتها كل المواصلات. فموضوع المواصلات والله غلب كثير، وبتقعد بضيع نص نهارك وانت بالمواصلات. يعني انا قضيتها مع اخواني في السيارات، فبالعاصمة متعبة جدا. ممكن مدن تانية تكون اسهل، في حسب وين انت، وين عايش، وين منطقتك. بس والله التاكسيات بعمان 10 ليرات و12 ليرة 13 ليرة في مناطق واكثر، فمكلف، المواصلات مكلفة جدا. أجار البيوت ممكن 200 ليرة ممكن أقل حسب جودة البيت، بالشهر أقل شيء. والله زي ما حكى الشاب ممكن بدك 600 وممكن بدك أكثر حسب أنت، إذا معك سيارة والله يمكن بدك أكثر، يعني ممكن تحط 600 أجارات مواصلات. والله أنا إخواني خواتي أولاد الأولاد اللي بيطلعوا مشاوير، أقل مشوار، أقل مشوار يمكن 2-3 ليرة، المشاوير العادية 5 دنانير، 5 دنانير رايح 5 دنانير راجع، هاي 10 دنانير، لو تحسبهم بالشهر بطلعوا 300 دينار، هذا مواصلات. فالمواصلات كارثة إذا بدك تعتمد. أما في مواصلات رخيصة اللي هي الباصات والهاد، بس إيش متعبة جدا. الباصات رخيصة بس متعبة، متعبة في مناطق بعيد، يعني بدك تمشي مسافة حتى توصل للباص، مش كل المناطق، يعني ممكن المناطق الشعبية مغطية بالباصات، بس المناطق الراقية مو مغطية بالباصات، مع انه اكثر الناس عايشين على التاكسيات والاوبر. طبعا في اوبر وما اوبر، فالحياة في عمان تغيرت كثير، بالذات عمان. ممكن مدن تانية ارخص، ممكن مدن تانية أرخص. هاي سبانخ، هاي بليرة و75 يا معلم، حقها تقريبا دولارين، ليرة و40 تقريبا، دولارين ونص. هاي حقها دولارين ونص يا معلم، هاي حبة السبانخ، هاي بيتزا. أسعار البيوت والله أسعار كشرة، والله عمان غالي كثير، عمان غالي كثير. أنا فجيت المطاعم هون، غالي كثير عمان، يعني بتقدر تقول زي لبنان ممكن، كل شيء غالي، كل شيء غالي بعمان، كل شيء غالي. يعني بيوت، في بيوت ب100,000 دينار، في بيوت شقق، شقق مش بيت، مش بيت منفصل، شقة 200,000 دينار، 100,000 دينار. في طبعا ممكن تلاقي لك بيت لحاله طبعا خارج عمان اوكي، بس بالاحياء اللي انا بحكي لك بهالاحياء الراقية. أما بدك بعمان الشرقية بتلاقي ب20,000-30,000 دينار، 40,000 دولار، 50,000 دولار في عمان القديمة، ما في عمان الغربية وعمان الشرقية. جد الأسعار مرتفعة جدا. خلنا أخذكم على الجهة هاي. ففي عمان مقسومة، بتقدر تقول عمان غربية، في شارع المطار في عليه برضو غالي،
حسد. الأخوان الكرام، الموضوع مطاطي زي موضوع قضايا الأطفال، زي موضوع الإساءة للأطفال، موضوع مطاطي صعب نوصل لحل فيه، لأنه في رخيص في الغالي في مناطق متنوعة، يعني ما في جواب حتمي، ما في واحد يقول لك 100% راح تكلفك الحياة 700 600. ممكن أنت تروح تعيش في حي من الأحياء الشعبية وتلاقي لك غرفة 50 ليرة 80 ليرة، وتصرف على حالك 100 ليرة وتقضيها مواصلات وعلب فول وعلب حمص والقصص هاي. في واحد تاني برضاش يعيش إلا في حي راقي ومنطقة راقية، ما بكلفه 1000 ليرة ولا 2000 ليرة بالشهر. فبتعتمد للشخص شو مستوى حياته هو بالأساس، وين بده يعيش، بده يعيش على تاكسيات، بده يعيش على المواصلات، بده يعيش على الباصات، حسب انت كيف بدك تعيش حياتك. الله يعين الناس يا رب. هاي زلطيمو، تعال نشوف زلطيمو كيف. هذا زلطيمو حلويات. أي يوم إن شاء الله بعشر الشهر حبيبي يا أخوي محمد، كيفك؟ 10 الشهر إن شاء الله. الوضع بده عمان. أيوة هاي زلطيمو. يعني 750 دولار ما تكفي لإيجار بيت ومصروف الشهر لشخص عزب. والله أتوقع تكفي. أنا بحكي أنا حسب أنت شو طريقة أكلك، شو ستايل لايف ستايل تبعت حياتك. أنت من الناس المدخنين، من الناس المؤرجلين، من الناس المحششين، ولا إنسان من على الخفيف؟ حسب شو نوعية حياتك، كل واحد له لايف ستايل في الحياة. هاي شوف هاي فيرزاتشي قديش؟ 64 دينار، 91 دولار. بدي حق عندكم. أي 91 دولار. أي بص وشوف. حلويات سويسرية. أيوة. الله يسلمك حبيبي. عمان والله عملت فيديوهات لأنه ما كان عندي انترنت، وكنت مع الأهلي أتنقل ودائما مع أخواني أو مع خواتي، فصعب إني أعمل لايف دائما مع الأخوان مع الخوات، فكان صعب نعمل لايف. خلاص هلا هون شبكنا، وبرومانيا معنا لايف، معنا انترنت ولحالنا، فصعب تكون مع أخوك وتقعد تعمل لايف ولا مرت أخوك ولا صعبة. شو تكاليف رحلاتك ومصاريفك من وقت طلعت من البيت لليوم؟ والله أنا رحلة الطيران ما كلفتني إشي، يعني تقريبا 1800 كرون، 2900 هسه الرجعة من بوخارست 900، و 1700 300 2600 كرون، 2600 كرون يعني تقريبا 230-240 دولار تذكرتي كلياتها اشتريتها ذهاب اياب من ستوكهولم الى بوخارست، ومن بوخارست الى عمان، ومن عمان الى بوخارست، ومن بوخارست الى ستوكهولم كلياتها طلعت علي 2600 كرون، يعني تقريبا 260 دولار او 250 دولار حسب، ما بعرفش الدولار طالع هاي الايام، فطلعت علي رخيصه التذكره. مصاريف رومانيا حسب الفنادق، يوم ب40 دولار، يوم 50 دولار، يوم تصرف لك 60 دولار، يوم تصرف لك 100 دولار، حسب أكلاتك طبخاتك جولاتك وصولاتك، فحسب بدك تنام فندق ب10 دولار فيه، بدك تنام فندق ب40 دولار فيه. هلا سكن، إذا هلا بدي راح أسكن في شقة في بوخارست، غيرت عن الفنادق، قلت خلنا نأخذ نجرب الشقق الاير بي ان بي، فهلا استاجرت شقة في البلد القديمة في الأولد تاون عشان أكون قريب على كل شيء، ما أكون بعيد
وامشي واروح واجي، فقلت عشان على الساحل. فهلا الحمد لله استاجرت 4 ايام في تشنتروفيك في بوخارست، استاجرت شقه ان شاء الله بنفرجيكم بس نروح هناك. اهلا وسهلا، يا ريت تدعموا البث من عمان، ممنوع من دخول الاردن. والله طلعت علي لانه كله تخطيط سابق ترتيب، طلعت حتى كمان ارخص، هي التذكره بتطلع علي ارخص، بس انا اجلت الرجعه عشان اعرف انه بخلص اموري عشان الرخصه ولا لا، ولا الرجعه كمان كانت تطلع علي من رومانيا الى ستوكهولم كانت تطلع علي ب 500 كرون، بس انا عشان اجرت طلعت علي ب 900 كرون، فزادت 400 كرون عشان اجلت. كنت انتظر الاقامه في رومانيا وبعديها اشتريت، وانا مروح على الاردن اشتريت العوده، فبسبب تاخير كم من يوم دفعت فرق 400 كرون في التذكره، ولا كانت تطلع علي التذكره كلياتها من ستوكهولم الى بوخارست الى عمان روحها رجعه ب 2200 كرون، يعني 220 دولار 215 دولار كلياتها التذكره تطلع علي. هم بيطلعوا 4 تذاكر مش تذكره، يعني من ستوكهولم الى بوخارست، ومن بوخارست الى عمان، ومن عمان الى بوخارست، ومن بوخارست الى ستوكهولم 4 تذاكر يطلعوا، المفروض يطلعوا علي 220 دولار. اهلا وسهلا بكم من عمان. الشقه لاربع ايام طلعت علي والله تقريبا 1400 كرون، شقه مرتبه في 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 البلد القديمه تقريبا يعني 130 140 دولار، يعني باليوم بيجي 40 دولار 40 40 80 لا باليوم 35 دولار. وكمان تاخرت كمان، يعني لو استاجرتها ابكر كنت متردد اخذ شقه ولا اخذ فندق، قلنا خلينا نجرب الشقق نغير عشان التجريب عشان التعليم، من باب التعليم نتعلم كيف نظبط الامور. هاي الحمامات التواليتات هون اللي بنقطع في مطار عمان، مطار كبير يعني، انا عجبتني المغادرون اكثر من القادمون، ما انبسطت لما جيت على المقادمون ما انبسطت، فالمغادرون لقيتها ارتب واحلى واكبر وهيك شيء جميل والله منوع. انا ما عندي شركه محدده حسب الخط، يعني استخدمت ويز اير، استخدمت بلو اير، استخدمت رايان اير، هلا في الجايه هاي استخدمت يعني طيران 2 رايان اير والبلو اير. بلو اير رومانيه من بوخارست الى رومانيا، من بوخارست الى ستوكهولم والعكس، من ستوكهولم الى بوخارست بلو اير طيران دايركت مش ترانزيت، ومن ستوكهولم ومن عمان، من عمان الى بوخارست رايان اير. فهلا مستخدم طيارين 2 رايان اير وبلو اير ورخاص، واهم شيء تحجز قبل بوقت وتدور وتدور مختلف المواقع، الموضوع بده وقت بده تخطيط، يعني كل ما انت تكون ممكن مبكر مرات بالوقت مخطط تزبط معك الامور كتير، فالموضوع بده هداوة بال وبدك تعرف الخط والاتجاه تبعك. وانا ما بنصح تحجزوا من المواقع هاي كيوي سكاي سكانر، هدول بس بتشوف فيهم الرحلات بس لا تحجز منهم. هنشوف هنا هدول بتشوف منهم الرحلات وبتدور على الرحلات لكن ما تحجز منهم. سكاي سكانر، ايوه سكاي سكانر، خربطنا نسينا صرنا فتره مش البوابات. انا عندي البوابه 202 بس خلينا نمشي لكم شوي هيك نفرجيكم المكان. احنا في البوابه 202 رحلتنا على الساعه 6:25 يعني لسه معنا ساعة وتلت. الحمد لله وجددنا الجواز الأردني الجديد، طبعا ضروري جدا الواحد يا إخوان الكرام اللي عنده جنسية يجيب معه جنسيته، يعني نخفف من موضوع الفيز وما فيز، و 60 يورو تقريبا الفيزا للأردن للأجنبي اللي معه جواز سويدي، فحتى لو جوازك منتهي بتدخل الأردن
انا جوازي منتهي، هاي ثاني مره بدخل الاردن بجواز منتهي، هاي ثاني مره عادي بدخلوك بقولوا لك جددوا، فلازم تجددوا. فجددنا الجواز الاردني وجددنا الهويه الاردنيه الجديده. اكثر شيء اخذ معي وقت الهويه الاردنيه، لانه كلها على بصمات العين وما بصمات العين. خلينا نشوف رحلتنا، هاي رحلتنا هون لمسقط، نشوف بعد مسقط هلا بتبين بوخارست، هاي فوق 202 بوخارست رومانيا 202. الحجز الافضل يكون عن طريق موقع الشركه، ايوه عن طريق موقع الشركه انت، بس المواقع الثانيه بتستخدمها لتجد افضل الاسعار. بعديها انت بتدخل بتدور على الترانزيت، بتدور على القصص، بتدور على الدايركت. بس انا بنصح انه كل شخص يحجز عن طريق الشركه الرئيسيه، لانه مرات هي فيهم غرفه صلاه. الحمد لله احنا جمعنا والله الظهر والعصر دورات المياه غرفه الصلاه. التيكت كلفتني كلها من ستوكهولم روحه ورجعه 2600 كرون، 2600 كرون تذكرة دايركت لبوخارست من ستوكهولم، ودايركت للأردن من بوخارست ساعتين تقريبا، ثلاث ساعات إلا ربع. والله ترانزيت مريحة. نعم تقدر تدخل الدولة حتى لو جوازك منتهي عادي، ما عندك أي مشكلة. أنا هاي تاني مرة بدخل الأردن بجواز منتهي، ما عندك أي مشكلة. في أكثر من كنه من غرفة صلاة، هاي غرفة الصلاة وهي العالم، هاي طيران الإمارات، فرجيكم طيران الإمارات من هون. شوف طيران الإمارات ابن طول كمان بتقدر يا حبيب تقدر. نعم تركيا غالي، بس يعني انا جايب شنطة ظهر بتضيف على الشنطة كمان 20 يورو. طبعا لسه في لجوة كتير، بس احنا نرد نرجع نروح لعنا البوابة تبعتنا. هاي هون كمان ممرات لسه لجوا، يعني عشان هيك الواحد لازم يجي قبل بوقت. بلد تاني ما بتقدر، يعني ما بتقدر تدخل بالجواز الأردني المنتهي مثلا سوريا العراق أي بلد، لا ما بتقدر. بلدك بتقدر تدخل بجواز منتهي، لكن بلد آخر لا. سلم على الأردن وأهل الأردن إن شاء الله. خلص خلصنا، هاي راجعين. كيف الجو عندكم بالسويد في رومانيا حسب الجماعة الموجودين؟ أنتم وين موجودين؟ في السويد، في رومانيا، في دبي، في فلسطين؟ طمنونا، اكتبونا وين أنتم موجودين وادعمونا البث، مش فرجونا الورد الزهور. أنا سوري مجنس سويدي بدأ فيزا، والله بتوقع أنه ممكن. طبعا إذا بتدخل المطار بالجواز السويدي بدك فيزا، فيزا بالمطار يعني ما بدها. وين صار مكانها مشان نحجز فيها؟ قرأت تعليقي كويس فوق ابن طول كريم. أنا في فرنسا الجو شوي شمس وشوي شتاء شكل لون، احنا هون والله شوب. لازم الجواز يكون 5 سنين، والله ما بعرف هاي لازم 5 سنين ولا لا، ما بعرف مو متأكد. إذا حدا بيعرف السؤال الثاني، سلم على الأردن وأهل الأردن، جواز سويدي وسوري حكينا. أي شركة طيران هي الأفضل من ناحية الأمان والراحة؟ طبعا الشركات الراقية، يعني عندك الإماراتية، القطرية، اللوفتانزا الألمانية، هدول شركات راقيات جدا، بس بدك حسب وضعك المادي أخي الكريم. بس هدول كلهم بدك تروح عليهم ترانزيت، يعني بدك تروح على ألمانيا، على هامبورغ، على ميونخ، أو بدك تروح على قطر، أو بدك تروح على الملكية الأردنية كمان. كويس الملكية، بس الملكية بتطلع من كوبنهاجن، في دايركت من كوبنهاجن جماعة مالمو جماعة الجنوب السويد، في طيران دايركت 4 ساعات
أنا حجزت لصديقي لي بس غالي كان من مالمو من كاستروب من كوبنهاجن، لكن ما عندنا إحنا ما عندنا دايركت من استوكهولم، ما عندنا دايركت من استوكهولم. شو نشوف أحسن طيران حسب تجربتك أنت؟ والله أنا ركبت البريتش إيرويز كتير كويس حسب اللي جربته، ركبت السعودية كانت كويسة، ركبت مختلف الطيران كتير، ركبت طيران روماني تاروم، وركبت الريان إير، وركبت في طيران روماني اسمه بلو إير هلا اللي راح أركبه، لا مش هسه بالرحلة الجاية على السويد، وركبت بويز إير كمان كويس، يعني طيران مقبول اقتصادي منيح بس مش إنه فخم فخم. والتركية طبعا ركبناها، والبيجاسوس جربناها، يعني حسب قروشك، يعني باختصار حسب وضعك المادي. إذا وضعك المادي فخم اتجه إلى الإماراتية والقطرية واللوفتانزا، إذا وضعك المادي كمسي كمسا خلاص روح على الرايان إير، روح على، يعني ليش تحط مصاريف الرحلة كلها على التذكرة؟ حط على فندق لسه ترتاح فيه، أو على تسوق، أو على مطعم، أو على سهرة أحسن لك. الرحلة كلها 3 ساعات، يعني فتح غمض ولا أنت واصل، مرات بنقعد بالباص 3 ساعات، مرات الواحد فينا بقعد بالباص 3 ساعات، 3 ساعات إلا ربع. طيران الإماراتي والأردني شيء جميل، ظبط. أنا عبالي مطار أوروبي، إحنا في الأردن. هنفرجيكم الطيارات من هون. يا الله يا كريم، وين عندنا 202 احنا؟ هاي هون جوا، احنا هون. يا الله يا كريم، لسه معنا وقت. اوصل بالسلامة الان. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. يا ريت تعملوا لنا إضافة متابعين، إن شاء الله اليوم بالليل بنحاول نعملكم بث مباشر من بوخارست إن شاء الله، وراح نكمل إجراءات إن شاء الله يوم الأربعاء بكرة، نكمل إجراءات تجديد رخصة القيادة في رومانيا. عملناها رخصة القيادة في الأردن وجددناها، بتكلف تقريبا $40 رسوم تجديد رخصة القيادة في الأردن، 34 دينار ونص تقريبا رسوم تجديد رخصة القيادة، ورسوم تجديد الجواز الأردني 50 دينار، ورسوم تجديد الهوية على ما أذكر 2 دينار، بس الهوية متعب والله، بأخذ وقت الهوية الجديدة لأن فيها بصمات عيون وبصمات إيدين وقصة، وبدك تطلع من فوق وتنزل لتحت. إحنا هون إن شاء الله 202. أنا لسه كنت بجدد الرخصة القيادة الأردنية منتهية، فأنا عملت إقامة في رومانيا. أول مرحلة بتعمل إقامة، تعمل إقامة في رومانيا، وكانت هي أصعب مرحلة لحد الآن، لأنه كان ما في دور، وانتظرنا 3 أيام وإحنا من راكض، عشان لأنه ما بتقدر تبلش بالرخصة بدون الإقامة في رومانيا. فعملنا إقامة في رومانيا 5 سنوات، وهلأ بنروح على الترخيص بكرة إن شاء الله، بعدها بتجدد بتترجم الرخصة الأردنية وبتصدقها من كاتب العدل، بعدين بتروح على دائرة الترخيص. لا دائم، جواز أردني دائم. احنا هون رحلة ان شاء الله، هنشوف الفريق السياحي تبعنا. والله هنحط شنطتنا هون عشان نقدر نتحرك. هاي الشنطة تبعتنا، هيك الواحد يا اخوان الكرام، هاي الشنطة هيك تدخل تطلع بالمطار على السريع. والله إقامة رومانيا ما عليها رسوم، بس اللي بعمل لك إياها التكاليف اللي بعمل لك إياها،
للأوروبيين بدون رسوم، هي بس اللي بعمل لك إياها وبترجم لك الأوراق وبعبي لك النماذج. إحنا هون فهي التكاليف مسكين. أنا يلا شاري الشنطة تبعتي، أنا جاي عشان أرتاح عشان أريح حالي. إن شاء الله المرة الجاية بنعمل نجيب معنا شاحنة اللي وصاني على عسل، واللي وصاني لازم أجيب لي شاحنة أو أخذ لي طيارة معي. ممكن جواب، أنا التقيت بالليل في رومانيا إذا أذكر، التقيت بالليل في رومانيا. طب شوف شو سؤالك، شوف شو سؤال الأخ. تركك للسويد؟ احنا راجع على السويد بعشرة شهر. شو شهر؟ انا معي شهادة سواقة سوريا. نعم تتبدل. تتبدل الرخصة السورية، تتبدل العراقية، تتبدل. اذا تذكرتني اخي ممكن سؤال، شفتك في رومانيا. طب شو السؤال؟ انت اخذت الشهادة يا اخواني. انا شهادتي الاردنية منتهية، شهادتي الأردنية منتهية. أرد أكتب لكم إياها كتابة ولا خلينا أحكي لكم إياها فيس تو فيس. السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله خير. أنا رخصتي وجوازي الأردني والهوية كله قمت بتجديده، فعشان هيك ما قدرت أبدل الرخصة الرومانية إلا لما يكون معي رخصة سارية المفعول. فأنا جيت على الأردن جددت جواز السفر الأردني، وجددت الهوية الأردنية، وجددت رخصة القيادة، وبعثت الأوراق لرومانيا ترجموا لي إياهم، ولازم يتصدقوا من كاتب العدل، وبعدين أروح على دائرة الترخيص، وبعدين نقدم على دائرة الترخيص. ورح تأخذ وقت، ممكن تقعد شهر، ممكن تقعد 20 يوم حتى تعتمد من السفارة. تمام؟ فهمت علي ولا ما فهمتوا؟ ولا نعيد ونزيد؟ فالناس بيفكروا انه الموضوع على السريع، ما في شيء على السريع، بده وقت. هون الاضاءة تعبانة، مش عارف الاضاءة تعبانة هون. بدها اقامة رومانيا ولا تتبدل؟ لا بدها اقامة. كم عمرك؟ لسه شباب. تعمل اقامة برومانيا، بعدين بتجدد الرخصة الاردنية وبترجمها، وبعدها بترجع تبدلها برومانيا. كلام سليم اخوي اياد، مشكور. كلام اخوي اياد صحيح 100%. احنا ما نظفناش الموبايل بالشكل الصحيح، ما بعرف اذا الصوت والصوره واضحين، نشيل منه شوي عطور. انا ساكن بالسويد. كم سعر؟ حسب الشركه وحسب المؤسسه، حسب المكتب اللي تتعامل معه. في مكاتب تاخذ 1000، في مكاتب اكثر من 1000، حسب انت مين اللي بيعمل لك اياها، شو الخدمات اللي بقدم لك اياها. بيقدم لك سكن منيح، بيقدم لك سكن تعبان، بيجيبك من المطار، بيترجم لك، بريحك، بيحجز لك أونلاين، حسب. بس أغلب المكاتب تأخذ 1000 يورو على أساس إنه بسكنوك يومين وبيستقبلوك من المطار. جبراين لسه معنا وقت. فأغلب المكاتب تأخذ 1000 يورو مقابل الخدمات اللي بقدموا لك إياها. كاتب العدل حبيبي تذكرتك أيام ما كنت في سينايا، لما كان الطيور والناس اللي على البلكونة، كنت متابع الوضع كله. بس صار لي عشان فترة بالأردن 9 أيام نسيتك، بس هسه تذكرتك والله. يا الله يا كريم، نشوف هون الصورة. قد الساعة؟ ناخذكم جولة ولا خلاص؟ اي حدا عنده سؤال استفسار؟ والله ما بعرف، الشاشه اليوم كلها تقول محطوط عليها بودره. حبيبي الله يسعدك يا رب. فالموضوع يا اخوان الكرام باخذ وقت، يعني مش انه انت جيت على رومانيا بتبدل رخصتك انه خلال اسبوع بتخلص. لا، الاجراءات ممكن تخلص معك بيومين ثلاث، لكن حتى يجيك الرد وحتى تخلص الرخصه ممكن تقعد شهر، حسب سرعه سفاره بلدك. إنه تعتمد طيارتي 6:25، 6:25. أنا باجي بكير، دائما بحكي لكم على تعال بكير ونام بكير وشوف الصحة كيف تصير.
26 بوخارست الى بوخارست. دبلكو هاي كتابها الى بوخارست. لسه في وقت. شو كمان نكتب لكم؟ رومانيا. اين توجد وفي اي شارع الحياة الليلية في عمان؟ من اللي بالي بالك. والله انا بالي بالك ما رحت، انا طلعت مع الاهل، بس الاغلب الناس بتروح يا على وسط البلد يا على عبدون. عبدون حلوة كتير، تتمشى بعبدون تتجول. خلي الشنطة هون، خلينا ناخذكم جولة كمان. علاقتي علاقة حب وحنان. راح اسوي الرخصة، كنت عايش فيها زمان، اول بلد عشت فيها اوروبي، عشت في رومانيا. حلو هذا السؤال، عجبني كتير. شو علاقتك في رومانيا؟ والله بحب هالبلد هاي. سيراميس بس حاليا سكروه. حبيبي طلعت من اليونان الى المانيا، رفعت 9 دول على رجل واطير، كان عندي 102. شو هاي؟ مش فاهم شيء. خلينا نفرجيكم المنظر هون. بس عجبني هاي، شو علاقتك برومانيا؟ علاقة حب وغرام. أول بلد الواحد بزورها بحبها. ورخيصة. هاي ليرات، بتكون ليرات. والأسعار رخيصة والأمور تمام. وهلا بنجدد الرخصة منها، وطيران منها للأردن سهل. تيجي تقعد لك 2-3 هون، بتوفر حق الطيارة تبعت التركية، بتدفع 4000، بتدفع لك 2000-2500، حط لك 1500 فندق، تقعد فيهم 2-3 في بوخارست تتسلى، بدل ما تطير على التركية وتقعد تستنى في تركيا 2-3 في مطار اسطنبول وتتبهدل. لا، تعال على بوخارست، اقعد لك 2-3، فرق هال 1500 كرون طيران ترانزيت لبوخارست، بدل ما تطير طيران ترانزيت لاسطنبول. وهكذا كل واحد حر. انا عشان شوي بحكي لغة رومانية وبعرف الشوارع، بعرف المناطق، فبفضل اني اروح على رومانيا وبعرف الاماكن. اسطنبول عشقة وناس وأمم وشوارع وبدك تاكسيات ومواصلات. رومانيا بطلع بالقطارات سهلة، يعني ممكن بالمستقبل تصير نقطة الانطلاق اسطنبول إذا رخصت التذكرة. ممكن تصير بلد تاني، ممكن بلغاريا، ممكن صوفيا. بعدين بصير تقولوا لي شو علاقتك مع صوفيا، بعدين نقول لكم سراييفو، بعدين نقول لك شو علاقتك مع سراييفو، وهكذا. نعم تتبدل على سويدية، كثير ناس بدلوها. يعني أنا قابلت ناس وحكولي ناس في بلانكيت بيحكوا بدائرة الترخيص تتبدل. هنفرجيكم الطيارة من هون. طيري اسمه بدي دعوة أعمل فيزا لرومانيا، دبر لي الموضوع. والله بسألك المكتب إذا بيعملوا، بس أغلب المكاتب يعني في مكاتب تدعي انه بتسوي. الموضوع مو سهل، في ناس بياخذوا الاف الدولارات على المواضيع هاي، بس الله اعلم بيعملوها صح ولا غلط. انا بكون معك صريح وواضح، لانه كثير سمعت في نصب في موضوع اقامات العمل في رومانيا، سمعت، بس انا ما جربت. انا هلا جربت موضوع الرخصه، لكن بسمع انه في ناس بكتبوا كثير على الانستغرام انه بنعمل اقامات عمل في رومانيا ودراسه في رومانيا. سمعت من ناس انه انتصب عليهم، بس ما بعرف مين، من اي شركات. بدك تدير بالك، يعني لا تدفع المبلغ كامل، حاول انه لا تدفع، وتأكد. وين عايش هسه؟ انا في عمان وراجع على بوخارست وبعدين على السويد. انا عايش في السويد، والله اعلم وين الاقدار تأخذنا، ما بنعرف شو بصير معنا في هالدنيا. كان باخذ فلوس، والله ما بعرف بالضبط تفاصيل عن موضوع اقامات العمل، ما عندي تفاصيل. النرويج، اهلا وسهلا. اسوي فيزا على رومانيا. انا سكن ساكن برومانيا، شارع الوكالات في حياه ليليه، بس ما ينصح لانه في شرطه اداب وقصص. ايش المقرفه؟ احنا من النرويج، اهلا وسهلا. لازم تكون شخصيا موجود، تبديل رخصة القيادة لازم تكون موجود عشان تحصل الإقامة، ولازم تكون موجود في دائرة الترخيص. ما بزبط تتبدل شهادتك
القيادة بدون وجودك، واللي ببدل لك إياها بدون وجودك في الأغلب بتكون مزورة، دير بالك. اللي ببدل لك شهادة القيادة بدون وجودك في رومانيا بتكون في الأغلب مزورة، لأنه لازم يكون معك إقامة رومانية مدتها 5 سنوات بس للأوروبيين اللي معهم جنسية. ما بعرف إذا حدا معه إقامة دائمة بزبط، في ناس بتحكي بزبط في ناس بتحكي لا، فلازم يكون معك تيجي شخصيا ما بزبط تتسوى بدون وجودك في رومانيا. أوعى دير بالك حدا يضحك عليك ويبعت لك، لأنه في ناس ممكن تقدر تطبعها تسويها تعملها، فلازم تكون موجود شخصيا. دو شو هذا كاتب مش فاهمين وين عايش اليوم، حكينا فدل وين عايش في السويد، أنا عايش بونا زيوة من سوريا. والله يا خال ما حسن طالحها وزبط لي شهادة رومانية لاست بيل، لازم تيجي على رومانيا. تواصل معي عن طريق الانستغرام، الانستغرام عربي سويدن، أي حد رخصة القيادة يتواصل معي على الانستغرام، الانستغرام هيهم ضيفوني اعملوا لي إضافة إخوان الكرام. لسه إن شاء الله نعملكم كمان بث مباشر من بوخارست بكرة وبالليل إن شاء الله، اليوم إذا وصلنا بكير خلصنا بنفرجيكم السكن، نفرجيكم الشقة في البلد القديمة إن شاء الله، بس نوصل لرومانيا. والشقة الحلو فيها بتقدر تستأجروا 2-3 حسب، تطلع عليك رخيصة يعني. الشقة ممكن تأخذوها 2 تطلع على 21 دولار أو 17 دولار بالليلة، يعني الشقة بتطلع رخيصة، تطلع لك يعني 100 كرون 120 كرون ولا إشي، 120-130 أو 150 كرون بالليلة الشقة، فمو غالية. مين بده يروح على رومانيا وهي ما بتنفع؟ كم سعر الشقة؟ الشقة بالليلة تطلع تقريبا 350 كرون، يعني 35 دولار في البلد القديمة، يعني على السريع تطلع جنبك بيات زاونيري، جنبك المناطق السياحية وهكذا. كم الساعة؟ 5:30. بدي أشتري بيت. والله البيوت غالية برومانيا، أقول لكم رخيصة غالية. في بوخارست ممكن، خارج بوخارست إذا أنت بدك، خارج بوخارست مو غالي كتير، بس بوخارست والله غالية، بالشقة غالية. هيك اللي سألت أصدقائي اللي هناك بقولوا غالية، يعني يمكن تركيا أرخص، تركيا بالشقق أرخص من رومانيا للعلم، يعني ممكن تلاقي لك شقق في ألانيا في إسطنبول 50,000-60,000 دولار. سمعت بوخارست أغلى، أغلى، ويمكن تلاقي تبعت كمان تركيا أنظف من تبعت رومانيا. بكلوج، كلوج حلوة، كلوج مرتبة، بنصحك فيها. كلوج مدينة جامعية ومدينة مرتبة ونظيفة، بس والله بدك نشوف لك المكتب اللي هناك إنه يقدر يساعدك هاي في القصص ولا لا، لأنه موضوع الشقق ما دخلنا فيه كتير، يعني ما حكينا أنا والشاب اللي بعرفه، إحنا لسه هسا بس بنحكي بموضوع الرخصة، مناش عشان نعمل حالنا بنعرف كل إشي وبعدين تقولوا لنا طلعوا علينا سمعات. لا، أنا بحكي لكم الأشياء اللي أنا جربتها، بس إذا كلوج، كلوج المدينة كويسة بحكم، أنا روحتها زمان كلوج، وفي ناس يعني بعرف ناس رومانيين بدرسوا فيها مبسوطين كتير، مدينة حلوة ومرتبة، من المدن الراقية في رومانيا، من المدن الطلابية الراقية. تكلفة الرخصة حسب المكتب، أغلب المكاتب تعملها ب1,000 يورو، بيستقبلك بيزبط لك، بده يحجز لك أونلاين، إذا ما حجز لك أونلاين رح تتعب، يحجز لك موعد مع دارة الهجرة عشان يعمل لك الإقامة 5 سنوات، وبعديها يترجم لك عن كاتب العدل الرخصة العربية ويصدقها ويأخذها على الترخيص. فهاي بدها أيام، يعني يمكن تأخذ 2 أيام يمكن تأخذ 3، بده يكون معك الأفضل متواجد، وانت بدك تصف على الدور، عاد بقول لك شو تسوي شو تعمل شو تسخ، وين باخذك على الدوائر الرسميه، برتب لك المواضيع، بصدق لك الاوراق، بعبي لك الاوراق، يعني هي الموضوع مش معقد كتير، بس انه واحد ما بيعرف البلد ما راح يعرف يسويها. اذا عندك حدا في رومانيا، انا بقول لك اذا عندك حدا وبيعرف، انا عندي صديق اكثر من 20 سنه وقلت له عن الموضوع قال لي ما بعرف، فمو شرط يعني، ممكن واحد صار له 6 شهور في رومانيا ويعرف يسويها. الشغلة مش بكثرة السنوات، يعني في ناس ما إلها عالدواوين هاي. والله عندي صديق صار له 30 سنة في رومانيا وحكيت له من زمان ساعدني وسوي لي، قال لي والله يا رائد ما بعرف ولا بعرف من وين بسووها ولا إشي. وفي ناس ما
سمعت من فلان ومن فلان وجمعوا معلومات وصاروا يشتغلوا هاي الشغلة. كم اليوم في رومانيا؟ مطار عمان أحسن مطار بالعالم. مطار عمان مرتب والله، الحمامات مرتبة. نشوف الحمامات كيف شايف فيها كيف وضعها. معلش نفرجيكم عشان نفرجيكم المطار كله. هاي هون الكراسي للتعبانين، الأعصاب وتعبانة. نفرجيكم الحمامات. نشوف كيف وضع الحمامات هون. الأطفال هون. بس شوي نخلي لنا نظرة. أها منيح. نغسل وجهنا. يلا نعم. ايفون 13 بلس 13 بلس برو. مطار عمان شهادة سواقة يا اخوان الكرام، حكيت لكم تواصلوا معي عن طريق الانستغرام. انا طالع على رومانيا اليوم ان شاء الله، تواصلوا معي عشان اعطيكم رقم المكتب اللي في رومانيا وان شاء الله احكوا له احجز لنا اونلاين، لانه اذا ما حجز لك اونلاين راح تتعب. في كثير ناس جايين من السويد بدون اونلاين والطابور طويل، طابور الانتظار طويل. شغال بشركة القطارات، شركة قطارات السويد. هلا ماخذ اجازة من العمل، ان شاء الله ندور على فرصة عمل افضل. يعني اشتغلنا 14 سنة تقريبا متواصلة بين البواخر وبين القطارات. ان شاء الله. فتواصلوا معي عن طريق الانستغرام، اعملوا لي فولو، ادعموا لنا البث، حطوا لنا ورود، اطلع لنا ورود ولا اشجار، حطوا لنا وردة، حطوا لنا شجرة، اكتبوا لنا من وين بتتابعوا، اعملوا فولو للانستغرام، اليوتيوب، قناة اليوتيوب، عندنا اكثر من 1000 فيديو باليوتيوب. مور، هاي نكتب لكم مور ذان 1000 فيديو يوتيوب عربي سويدن. عربي سويدن فولو، بدك تشوف فيديوهات من السويد خارج السويد عندك مور. اهلا وسهلا من النرويج حبايب قلبي، انا عشت بالنرويج تقريبا سنتين قبل السويد، جيت على السويد بس بعديها رحت على النرويج، بس ما اخذنا الاقامه ودينا رجعنا على السويد. فعشت بالنرويج سنتين، عشت في قريه اسمها ميروكر بجهه تروندهايم، في هذيك الجهات تروندهايم تقريبا بوسط، يعني مش بوسط وسط زي السويد، مش وسط وسط. مطار الملكة الأردنية، المملكة الأردنية، الملكة ولا المملكة؟ نشوف شو في هون تحت. هاي هون القادمون زي حالتنا لما جينا، هون القادمون. الرحلة من النرويج إلى الأردن ولا لازم نشيك، أنا بعرف من السويد هسا ما بعرفش بالضبط، حسب كمان ما في سعر ثابت. في بعض الناس بفكر انه لما نقول عن سعر، يعني هلا حكيت لكم مثلا انا اشتريت التذكره ب 2600 كرون من ستوكهولم الى بوخارست ومن بوخارست الى عمان والعوده، هلا ممكن تشتريها ب 4000 شو بعرفني. فحسب متى بتشتريها واي وقت تاريخ، وهل موجوده الرحله ولا في ايام مش موجوده. يعني ممكن تقول لي بدي اياها خميس، اقول لك لا يا عمي مش موجوده الا كل ثلاثه ممكن تكون. فالموضوع يا اخوان الكرام ما في اسعار ثابته، اسعار الطيران دائما متغيره، فلا تاخذوا الموضوع بشكل مطلق. لما اقول لك رحله كلفتني 2600 تقول لي يلا اشتري لي تذكره ب 2600، ممكن تطلع تذكرتك ارخص، ممكن تطلع اغلى.
اوروبا بتستاهل. والله انا بنصح الشاب يكون عنده خطه، خطه للعائلات صعبه اوروبا مو سهله. اذا عائله مو جاي بس عشان تتعلم وتطور من حالها، والله اللي بيبعد عن سلك التعليم والمهن والتربيه الاولاد بتعب باوروبا، ممكن يخسر كل شيء. يعني ممكن شاب عزابي جاي منها يدرس، بعد دراسه يشتغل له 3 4 سنوات او 5 سنوات، بس المشكله انه ممكن يحوش مبلغ الشاب العزابي، بس يمكن يجي يفكر يرجع يقول لك خلاص ما اتعودت. واكثرنا هيك صارت معه، انه انت بتقول يلا برجي على اوروبا بقعد لي 3 4 سنوات بحوش لي مبلغ وقدره، وبعديها بروح على الاردن، بروح على سوريا، بروح على الكويت، بس بعد 3 4 5 سنين تتعود على السيستم وعلى النظام، وبتصير تقول خلاص يا عمي انا هاي البلد تعودت، بلد حلوه، بلد خضار، بلد طبيعه، شو بدي رجعني على الدول العربيه. فاغلب الناس هيك بصير معها. المطار شو وضعه؟ ملان ولا والله معها ملان؟ هيو صح، ما بقدرش اصور كل الناس. هجره ولجوء بدون رجعه. المطار شو وضعه؟ شو هجره ولجوء؟ شاب عزابي، والله اللجوء صعب في اوروبا حاليا، الموضوع اللجوء صار صعب جدا، الاقامات صعبه جدا جدا، مو سهله. يعني اذا ما كان وضعك تعبان كثير كثير وخربط امورك كثير كثير، الوضع بصير صعب. شو هذا؟ ايش هدول؟ نشوف الوضع، احنا لسه مطولين. معقول قربوا جماعتنا؟ شو هاي؟ معقول بلشوا يدخلوا؟ ماشي كانوا بلشوا يدخلوا بكير من يوم مطار عمان. يلا رايح إلى رومانيا. خذ الشنطة إن شاء الله، إن شاء الله رايح لرومانيا. والله موضوع التحويش والتوفير يختلف من شخص لآخر حسب الوظيفة. طيب إخواني الكرام خلاص هنودعكم. شو هذا راحت؟ طيب إخواني الكرام السلام عليكم، نروح إن شاء الله لنا لقاء في بوخارست. تمام، تابعونا إن شاء الله اليوم مساء في بوخارست. في أمان الله، السلام عليكم. الساعة 11 إن شاء الله أو 10 نكون واصلين ممكن البيت إن شاء الله. بنوصل بوخارست 9:15 حتى نخلص، نحاول نفرجيكم الشقة، بعديها نفرجيكم شوي هيك نعمل لنا جولة ساعة زمان نص ساعة. أي حدا مهتم موضوع الرخصة يتواصل معي عن طريق الانستغرام بإذن الله. نلقاك في بوخارست، السلام عليكم، باي باي. اعملوا فولو، فولو لا تنسوا، المهتم يعمل فولو. سلام.